الدكتور أحمد غنيم، يعني طبعا كلنا فاكرين شيء جميل جدا جدا جدا، وهو موكب المومويات حتى وصولها إلى هنا. هل ساهم عالميا في شهرة هذا المكان؟ خليني أقول لحضرتك بمنتهى الصراحة، قبل ما نفتح أنا كنت قلقان تماما على كيفية الترويج لهذا المكان، وكنت قاعد بحسبها من ناحية التمويل والحملة الإعلانية وتشريف فخامة الرئيس ونقل الحدث على أكثر من 62 قناة عالمية، وتوقيت هذا الحدث إنه هو يوم سبت الساعة 7، فده مناسب لأوروبا وأمريكا في نفس الوقت، وصادف أيضا إنه هي في فترة الإغلاق اللي كنا عايشين فيها، خلى الحملة اللي تمت لم أكن أحلم بيها تتم من خلال هذا الموكب ونقله على شاشات التلفاز في كل دول العالم في هذا التوقيت. أنا جالي رسائل من دول أنا لم أكن أتخيل إنها تشوفها، زي البرازيل، لا مش متعودين في مصر على سياحة من أمريكا الجنوبية، من آسيا. فده يدل إن الحمد لله حصل الترويج وحصل الإعلان عن افتتاح هذا المكان من خلال حدث واحد تم من قبل الدولة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس. التحدي اللي كان بيواجهنا كيف نثبت للعالم وللمصريين إن إحنا مش بس الافتتاح كان مبهر، ولكن الأداء بعد كده هنقدر نستمر بيه، وده التحدي اللي بيواجهنا لغاية يومنا هذا. طيب بعد عدة أشهر من هذا الموكب وهذا الافتتاح الكبير، كيف ترى الحال؟ أقول لحضرتك على حاجة، النجاح يقاس بمعيارين، يا إما هقيس بأنا كنت فين ووصلت لفين، يا إما هقيس بمدى وصولنا للأحلام اللي إحنا عايزينها. فبالمعيار الأول اللي هو إحنا كنا فين وبقينا فين، لا أعتقد إن إحنا سواء بحجم الإيرادات أو بأعداد الزائرين أو بالتعليقات اللي بسمعها من الناس، إحنا الحمد لله في تقدم مستمر. كل الأشهر اللي عدينا بيها من إبريل اللي فات لغاية دلوقتي كان عدد الزائرين والإيراد في زيادة مستمرة. حصل نقصان شديد في شهر يناير، وده له أسبابه، انتشار أوميكرون، البرد القارس، امتحانات الأولاد في المدارس، ولكن عودة كانت بقوة في فبراير، ودي ما كناش متوقعينها، كنا متوقعين الجو مستمر، لكن أجازة نصف العام. النقطة الثانية إن المتحف زائرينه من كل دول العالم، وده اللي أنا بشوفه، يعني لم أكن أتخيل إن السائح العربي يكون عنده هذا الإقبال. العربي من بعض الدول اللي هي مقيمة في مصر زي اليمن وزي السودان، في سياح كتير منهم. النقطة الثانية دول آسيا ودول أمريكا اللاتينية، لم أكن أتخيل تاني إن في سياحة قوية، فده عندنا نسبة قوية من السائحين. وبالنسبة للمصريين أنا مش قادر أحدد أقول شريحة معينة، لأن سواء كانت فئة اجتماعية أو عمرية، جميع الفئات وبتجيلنا تزور المتحف، وده شيء بيسعدنا. من قبل الهوى أو قبل التسجيل كنت بكلم مع حضرتك على زيارات المدارس والجامعات، وده شيء مسبب لنا تحدي إن احنا نقدر نوفر لهم الخدمة، والزائر التاني الخدمة، الزائر العادي إنه يشوف الخدمة على مستوى عالي، ونقدر نلبي طلبات الشغف اللي موجود لدى هؤلاء الطلبة والتلاميذ إن هم يستمتعوا بزيارتهم.